الحوتة كي تجي تعوم تنجم تعوم في صيادة تعوم في أي بلاصة، لهذا ما يخصش كان صيادة وحدها. حاجة أخرى اللي لاحظته بكري في الفيلم اللي عدوه في بنان، المجتمع المدني الهبط عنده حضور كبير ياسر، يعني اللي نعيب فيه على المجتمع المدني نتاع الصيادة أنه شوية بالقل ماهوش هذية، ماهمش هذوما الصيادين، وين هما الصيادين، وين هما البحارة، وين هما. أنا كيريت بكري في الفيلم أنا نساء برشا نساء، وين هما نساء؟ احنا كي نخرجوا يتعدوا على الصوابع أربعة ولا خمسة. مهمة المرأة خاطر هي نص المجتمع، ماهيش كان مش تغسل الصابون وتطيب وتحضر وتنظف الدار، هي مش تربي أجيال ومش تفهمهم اللي يلزمهم يقوموا ضد التلوث. حاجة أخرى، فما الحل اللي نعطيه هو تحسيس المجتمع المدني، يلزم المجتمع المدني يقوم ويجيب حلول راه مهما كانت الصفة. حكاية القضاء اللي جبدها الأخ هو أنه بالمجد يلزم واحد يعمل قضية، لكن راهو يطول، والقضية يلزم محامينا، يلزم مجتمع مدني زي يساهم خاطر يخصه، ووقت اللي يبدا يقف كيما هكا كيما في بنان وغيرها ويقول باش تسكر ولا ما شيء يعمل عنده حق. وشكرا، ما نحبش نحس الهورلوج. كنت نجم نقول حوايج اخرى. مدام مقديش.